انا علان الشامي ابن عم الشهداء عدي وجهاد، الله يرحمهم يا رب ويتقبلهم ويرحم كمان محمد الدبيك ربنا يرحمه، وان شاء الله الحريه لباقي الاسرى والمعتقلين. طبعا اللي حصل اليوم انه احنا مثل كل الناس صحينا على خبر جريمه نكراء للاحتلال من خلال كمين كان في منطقه صرا غرب نابلس، وكان فيها اعلان عن ارتقاء 3 شبان، ومثلنا مثل الناس ما بنعرف مين يعني، لكن بعد ساعة بدأت الأسماء والأخبار تتداول يعني شيء غير رسمي وغير موثق، فإحنا لما وصلنا أخبار بدأنا نتحرك، وفعلا بعد ساعة تأكدنا توثقنا من ارتقاء ولاد عمي عدي وجهاد، ووصلنا لمعلومات إنه الجثامين محتجزة وما في أخبار عن موعد تسليمها أو فكها أو أي شيء. لكن إحنا طبعا في العائلة قررنا أنه ما نستقبل معزين لحين استلام جثامين الشهداء حتى نقوم بمراسم التشييع والدفن التي تليق في أبنائنا وشهدائنا وأبناء الشعب الفلسطيني كامل. فلذلك إحنا بنترحم مرة أخرى على الشهداء، نتمنى أن رب العالمين يتقبلهم مقبلين غير مدبرين، وأنه يشفعهم فينا إن شاء الله. وهذا ديدن الاحتلال، وهذا يعني حالنا في هذه البلاد، ربنا يرحمهم.